معنا من واشنطن رئيسة جمعية التغير المناخي الدكتورة شاتا تشاك روبرتي. أهلا وسهلا بك دكتورة شاتا معنا عبر سكاي نيوز عربية. إذن يختتم اليوم الأسبوع الأول من قمة كوب 26، أهمية ما تم التوصل إليه وأهمية التركيز في يومه الأخير على الزراعة المستدامة. هناك أشياء إيجابية خلصت إليها نقاشات هذا الأسبوع الأول من كوب 26. الآن يبدأ العمل، لأن تطبيق التعهدات هو الأهم. مخرجات الأسبوع الأول هي مواجهة الفحم وإنتاج الفحم، وهناك الكثير من الدول التي عليها أن تخفض إنتاج الفحم مثل الهند والصين ودول أخرى، وهذه إشكالية. لذلك العالم الآن يتجند ويتحبأ من أجل أن يرى نهاية للوقود الأحفوري والفحم تحديدا. هذا شيء إيجابي. أيضا لمسنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بالإسهام ب3 مليارات دولار سنويا، وذلك من أجل تمويل برامج الدول النامية حتى تكون لها القدرة على التعافي من آثار مواجهة التغير المناخي. لذلك هذه أشياء إيجابية. بعد 6 سنوات من اتفاق باريس للمناخ، هناك دول صناعية مستعدة لمساعدة الدول النامية على بناء بنية تحتية لمواجهة التغير المناخي، ويبدو أن الأمور واعدة. وقد يكون هناك خصاص، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وأمريكا تعهدت ب3 مليارات دولار لمساعدة الدول الأكثر هشاشة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعهدت بأن تضع معيارا لمواجهة انبعاثات الميثان، وخصوصا أن الجميع يعرف أنه ستكون هناك سياسات للحد من الانبعاثات المفرطة الناتجة عن الميثان بسبب الطاقة التقليدية. هذا شيء يحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا سيكون هناك عمل على وقف إزالة الغابات والتشجير بالمقابل. طيب، أهمية أيضا التركيز على نقاط الزراعة المستدامة. التغير المناخي بطبيعة الحال سيؤثر على الأمن الغذائي. إلى أي مدى التركيز أيضا على هذه النقطة مهم في هذه المراحل؟ لأنه نحن نعلم أن هناك العديد من التقارير التي تحذر من مجاعة في بعض الدول بسبب الاحتباس الحراري ونقص الغذاء. هذا صحيح. الاحتباس الحراري والاحترار له تداعيات على الزراعة، على الندرة المائية وعلى الغذاء في كل أشكاله، لأنه حتى الأشخاص الذين يعملون في الخارج سيصبح الأمر فيه خطورة بالنسبة إليهم. كل شخص يجب أن يأكل، وبالتالي بين الأشياء التي أثر عليها الاحترار في كوكبنا هي هذه الأمور الأساسية. لذلك الزراعة يجب أن تكون مستدامة أكثر، وإلا دخلنا في دوامة مفرغة. علينا أن نزيد إنتاج الغداء، ولكن دون أن نواصل هذه الممارسات التقليدية سيكون أمامنا 10 مليارات من البشر لإطعامهم، وبالتالي علينا أن نخفض الانبعاثات الكربونية ونضمن أننا سنكون قادرين على جعل التربة والأراضي قادرة على منحنا هذا الطلب المتزايد، لنصل إلى الوفاء بحاجة 10 مليارات دون أن نزيد الاحتباس الحراري. طب ما الذي يتوقع الأسبوع المقبل دكتورة شاتا؟ يعني على مستوى القمة نحن أمام أسبوع ثاني، ما الخطوات وما القرارات التي برأيك يجب أن فعلا تلتزم وتتعهد بالالتزام بها الدول المشاركة؟ نحن متحمسون لرؤية ما سيحدث في الأسبوع الثاني. ليس لدينا وقت، ولذلك نحن نرى ما يحدث حولنا في كوكبنا. نتطلع من المتفاوضين الذين هم يوجدون ميدانيا ويواصلون تعهداتهم لأن يصلوا إلى بصمة زرقاء. سنرى الخطط الإجرائية التي سيقدمونها، كيف نترجم هذه الوعود إلى واقع.
كيف أن هذه الدول التي لديها انبعاثات كبيرة في الكربون مثل أمريكا والصين وروسيا والهند، كيف ستتعهد بهذه الإجراءات عمليا بشكل يومي؟ نحن تحدثنا عن المواصلات، عن تقليل الصلب، ولكن لدينا نقاشات صعبة في التنوع الحيوي وبعض المجالات الأخرى مثل حتى الأزياء التي تزيد في الاحتباس الحراري. هذه القضايا يجب التعاطي معها حتى ننتقل إلى بصمة زرقاء وخضراء وأن تلتحق بنا دول أخرى في الأسبوع الثاني. شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيسة جمعية التغير المناخي الدكتورة شاتا تشاك روبرتي، شكرا جزيلا لك.